عمار وريم من أشهر الكابلز على تيك توك. يعني رجعنا عبيتنا بطلنا عم بيت أهلي، فقلنا نعمل تحدي مهضوم. هم دول عمار وريم من مشاهير السوشيال ميديا اللي أكتف قوي على أكتر من أبليكيشن. محتاجين بالأول تشيز، عمود بالتشيز نحط الملابس المخزونة. يا جيب تشيز. بس شهرتهم الأكبر هي على تيك توك، فبيتابعهم أكتر من 2 مليون تيك توكرز. أما على إنستغرام فمتابعينهم بيوصلوا لأكتر من 170 ألف فولورز بيشاركوا عليها صورهم. وعلى يوتيوب عندهم قناة اسمها عمار وريم عليها أكتر من 320 ألف سبسكرايبر، بينزلوا عليها فلوجات متنوعة. واللي بيتابع عمار وريم هيعرف ان هي لبنانية وهو من العراق، وده بيستغلوه في فيديوهاتهم على اليوتيوب وبيعملوا تحديات اللهجات. عدي عادل؟ عدي عدي مظبوط او منيح؟ عدي منيح. عدي منيح. وعمار وريم كانوا من المقيمين في السويد، وحاليا نقلوا اقامتهم على دبي. جماعة اول شيء واحد يحس بي لما يوصل دبي، وخاصة اذا عايش بدولة باردة مثل السويد، يحس الحياة. والنقلة دي شاركوا فيها محبينهم على السوشيال ميديا، فنزلوا فلوج فيه تفاصيل الرحلة من السويد لدبي. صدمة؟ فبينا؟ وبالرغم من ان تركيزهم على السوشيال ميديا عن حياتهم ككابلز، بس عمار ما بينساش متابعينه اللي بيهتموا بالرياضة، فهو مخصص صفحة على انستغرام عشان يدي سبورت تيبس للمهتمين في المجال ده. أما ريم فخصصت قناة على اليوتيوب بيتابعها فيها أكتر من 50,000 شخص عشان تقول فيها كل الحاجات اللي ما بتلاقيش في قناتها مع جوزها عمار. عمار ممنوع تقرب على هذه القناة، أوكي؟ أوكي. أهلا وسهلا فيكم حبايب القلب، هذه القناة لإلي. ففي واحد من الفيديوهات علمتهم إزاي يعملوا تشيز كيك. بتضل تنطي معصوم هيك. بيتش. وفي فيديو تاني جاوبت كل اللي سألوها عن سر رشاقتها وإزاي نزلت من وزنها. قديش ضعفانة؟ بقدر أقول ضعفانة 10 كيلو. والشوبينج أكيد ليه حصة في قناتها، عشان كده خصصت له فلوج خاص بعنوان فلوج في السوق، هدوم، مكياج، رموش، وشافه أكتر من 65 ألف شخص.